ثورة القسام عام 1935. ساد القلق الشعب الفلسطيني بسبب المصير المحزن الذي ينتظر الوطن جراء سياسة الإنجليز الرامية إلى جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود. فاندلعت مظاهرة صاخبة في مدينة القدس في 16 من أكتوبر من عام 1933، كما أعلن الإضراب الشامل الذي استمر لمدة أسبوع. تصدت بريطانيا لهذه التحركات بالعنف واستخدام القوة، فألغت الإضراب وقمعت المظاهرات واعتقلت الزعماء، حتى أن الشيخ موسى كاظم الحسيني زعيم فلسطين الكبير وكان عمره آنذاك 80 عاماً لم يسلم من اعتداءاتهم بالهراوات، فتوفي متأثراً بإصابته. أيقن الشيخ عز الدين القسام بأن الحل السياسي وحده لا يكفي لمواجهة المشروع الصهيوني والسياسة البريطانية التي تحميه وترعاه، فقرر أن يلجأ للجهاد المسلح. أكمل القسام استعداداته مع أنصاره للقيام بثورة كبرى لتحرير فلسطين، وقد كان المخطط أن يبدأ ثورته من الجبال حتى يصعب القضاء عليها. استدعت بريطانيا قواتها من كل أنحاء فلسطين، وطوقت قرى يعبد الذي اتخذ منها الشيخ القسام مكاناً له هو وأنصاره، ووقع القتال بين قوتين غير متكافئتين عدداً وعدة، فكان كل ثائر يقابله نحو 40 شرطياً. طالبت بريطانيا الشيخ القسام بالاستسلام، واستمر الشيخ القسام والثوار في المعركة 6 ساعات كاملة حتى استشهد أغلبهم، ثم استشهد الشيخ القسام، فكان إعلاناً بفشل الثورة. لقد كانت هذه الثورة رغم أنها لم يكتب لها النجاح، هي الشرارة التي انطلقت بعدها ثورة فلسطين الكبرى عام 1936، كما كانت السبب في اتجاه الشيخ أمين الحسيني إلى الجهاد المسلح عقب إعلان إنشاء الحزب العربي الفلسطيني وإنشاء جناح سري له للقيام بواجب الجهاد. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.